جون 2013 بيبر 3 فاريانت 3 والسؤال السادس A بيقول لي state two ways in which the molecular structure of a gas differs from molecular structure of مبدئيا كلاهما random بس ده جاز وده ليكويد ده جاز وده ايه ليكويد بس كلاهما random يعني مفيش اي تنظيم مش زي السوليد بس المسافات هنا صغيرة المسافات هنا متباعدة وبسبب المسافات المتباعده الجاز موليكيولز اكتر فريدم تو موف فهو بيموف فاست انما الموليكيولز هنا برضو يعني بتتحرك بالعافيه يعني تمام فانا لو عايز اجابه جاهزه لهذا السؤال هقول له والله جاز موليكيولز ار فيرذر ابارت بعاد عن بعض جاز موليكيولز ار فاستر دي حاجه تانية تعال نشوف المارك سكيم كمان قايل ايه هنا والله هو قايل جاز موليكيولز فيرذر ابارت ماشي جريتر بوتنشال انرجي موف سنجلي ان ستريت لاينز طبعا فايس فيرزا مع الليكويد الاو فاستر الاو فاستر يعني فاستر كمان مقبوله طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني بيقول لي compressibility is the ease with which a substance can be compressed state and explain in terms of the forces between the molecules how the compressibility of the gas differs حبايبي الغاز ممكن يتضغط الغاز ممكن يتضغط شايفين الغاز مولكيولز ممكن نفس شوية الحاجات دول يا ولاد أسكنهم في فوليوم أقل أهو أنا ضغطت أهو نفس الأربعة مولكيوز أهم تمام أهو أربعة مولكيوز في مساحة كبيرة أربعة مولكيوز في مساحة إيه صغيرة فالراجل بيقول لي state and explain in terms of forces between molecules ليه compressibility of the gas differs from that of liquid حبايبي شايفين ازاي المولكيولز هنا زحمه طب دول اضغطهم ازاي طبعا انا مش ها... لا يمكن حجم المولكيول نفسه يصغر المسافات تقل ماشي انما المولكيولز نفسها لا يمكن تصغر فبالتالي الفورسز الدفع هنا بيزقوا بعض بقوه انما هنا الفورسز ضعيفه فبالتالي عادي جدا ممكن يقربوا من بعض ما عندهمش اي مشكله فانا هقول له والله الجازز ار كومبريسبل الجازز ممكن تتضغط because forces between molecules forces between molecules are weaker due to wider spaces بسبب المسافات